الدور المغربيه والمؤطرات احنا اختصاصيين يعني في كل ما هو مغربي اصيل. عندنا العطور المغربيه اللي هي ما كانتش عطور مغربيه، يعني كان عطور شرقيه عطور يعني غربيه، وجاتنا الفكره باش نديروا عطور مغربيه، وكان تحدي والحمد لله نجح في المغرب. الان يعني الناس يعني كيتوافدوا على المحل ديالنا باش يقتنيوا العطور المغربيه وجربوها الحمد لله ونالت الاعجاب ديالهم. وعندنا مؤطرات، منهم واحد المؤطر صنعته اللي هو خاص باب مولاي ادريس، مؤطر للسياره، مؤطر بالعويدات كيلصق فوق طابلو دو بوغ في لا فواتور، كيعطي واحد الريحه في السياره. عندنا ديال لي بيغو ديال لي سال دو بان، عندنا بوغ لي سالون يعني كيعطر واحد 120 متر يعني بطريقه طبيعيه وصحيه. عندنا الاواني الفضيه يعني النحاس الفضه البرارات السواني المغربيه. وعندنا كذلك كما كتشوف معنا هدايا تقليديه كنديروهم بالخشب النحاس، ديما كنعتمدوا يعني في المنتوجات ديالنا على دي ماتيير تراديسيونيل باش تبقى لا توش ماروكان. والحمد لله مشينا للمعارض الدوليه في اسبانيا في يعني، وحتى الغربيين ما كانش عندهم واحد الفكره بان المغرب كينتج لي عطور تينتج، كانت عندهم يعني فكره على الجلابه الزربيه التريات. الحمد لله ملي مشينا ولقاو ان المغرب كيصنع العطور، تيصنع المؤطرات، كيصنع دي كوفخي تراديسيونيل ودي زومبالاج اللي هما يعني في المستوى، يعني تفاجئوا الحمد لله كان واحد الاقبال كبير. وان شاء الله عندنا في لوي مارس، عندنا في ليسبان في واحد القصر كبير جدا، ان شاء الله غادي يكون واحد العرض ان شاء الله. كنتمنوا التوفيق. شاركنا في هذا المعرض باش نوريو الناس كو عندنا شي حاجه بوغ لا فان داني، دايرين دي كادو بوغ فان داني بوغ لي زونتربريز، بالنسبه للشركات اللي بغاو يقدموا هدايا بوغ لا فان داني. و اوسي باش نبينوا الضيافر اللي عندنا والمنتوجات اللي عندنا احنا في المحل ديالنا. نقولوا للزائرين انهم يجيو يشوفوا معنا المعرض حيت فيه كاين بزاف الحوايج خصهم يتشافوا في هذا المعرض، بالنسبه لتشجيع الصناعه التقليديه، بالنسبه لينا حنايا شكم شوكولاتي.